بمناسبة كلامنا عن الصين، ايه اللي بيخلي الصينيين مبهرين للدرجة دي في الرياضة دي؟ هل هو الستايل اللي بيلعبوا بيه؟ حتى هتلاقيه في مسكتهم للمضرب السيرف الاول، يعني هم ليه كده وازاي كده؟ اول سبب ان هي اللعبة الشعبية الاولى عند الصين، يعني الصين رقم واحد عندهم مش كرة قدم، الصين رقم واحد هي تنس طاولة، 75 مليون واحد بيمارسها، 75 مليون عدد مهول طبعاً. هما بيمسكوا كذا مسكه، يعني دي او المسكه العاديه بتاعتنا، سواء مسكه القلم او مسكه الشيكهاند على حسب اللي هما بيمسكوها، دي او دي ما فيش مشكله خالص. الحاجه الثانيه الصين لا احتراف كامل، يعني انا لما رحت معسكر هناك هو في جامعه، الجامعه للرياضه هو التمرين، يعني هو بيتمرنوا في اليوم 6-7 ساعات، ما فيش حاجه اسمها لا، يعني هو 6-7 ساعات تمرين، في منهم ساعه فيتنس ده يوميا، ما فيش حاجه اسمها يعني انا في يوم مش هتمرن السته دول، هتمرن ثلاثه، يعني ما فيش الكلام ده خالص. هو يوم واحد بس اللي بيبقى فري في الاسبوع، بقيه الاسبوع تمرين تماما يوميا 6 ساعات، في منهم ال6 ساعات دول بتبقى ساعه فيتنس. اوكي. وممكن كمان يفصلوها عادي. ثانيا هم شايفين، يعني هو الولد بيتربى زي بيتخصص، انا دلوقتي حضرتك مثلا هتبقى اعلامي مثلا. فانا عايز حضرتك من وانت صغير ابتدي تعامل ان انت اعلامي، اتكلم ان انت اعلامي، واقعد مع نفسك كده واعمل كانك لقاءات مع اصحابك الصغيرين. هو نفس الكلام، انت طالع بطل تنس طاوله من هو صغير، خلاص انت بطل تنس طاوله، انا مش يهمنيش ان انت تبقى في مهنه ثانيه. فهو كل تركيزهم على كده. هم كمان بيهينوا نفسهم في الرياضه، المصطلح قوي قوي، بيهين نفسه في الرياضه قوي. احنا عندنا ممكن في لعيبه تقبل ان هي تتهان في الرياضه، وفي ولي امر يقول لك لا انا مش عايز ابني. طب كده محتاج برضه تفسر للناس المقصود بالتفاني في التدريب. لا هو انا مش قصدي الاهانه، ان هو اهانه من خطا، انا فاهم، عشان ان هو لا بيدوس على نفسه وعنده استعداد ان هو يعني ينزل يسحف على الارض عشان يكسب ويموت نفسه. لكن هو احنا عندنا ده برضه، يعني ممكن لعيب لا ده هو الولد تعب قوي كفايه كده النهارده. طب حضرتك تسيطر، يعني معلش ما هو برضه لو تسمح لي انا دلوقتي لو مدير فني او انا الكابتن، ما انا همشيهم زي الرولز اللي انا هحطها، أنا مش هقبل غير كده، والاهالي اللي هي هتكسل او هتتخاذل معايا انا مش عايزه ابنهم. بالظبط، يعني انا بطبق ده بقالي 3 سنين، وعشان كده احنا نتائجنا دوليا، يعني فرقتها بكام لعيبه بتاعتي اللي هي زي هنا وفريده وساره، دوليا احنا نتائجنا متطوره جدا. انا لما مسكت هنا ما كانتش رقم واحد على العالم، لما مسكت هنا كانت من اول 20 تقريبا او اول 10، وكانت اول 12 سنه بس. لما بقينا نطبق الرولز دي على الفرقه كلها بما فيهم هنا، ما هنا بقت بطل افريقيا، فريده تاني افريقيا، ساره بطل افريقيا، هنا رقم واحد على العالم، وعندنا كمان لعيبه كتير. وفي لعيبه على فكره بتطبق كده لوحدها، انا بالنسبه لي بحب المثل بتاع دينا مشرف وعمر عصر، هما مثالين يعني احنا لازم نحتذي بهم. هما كافحوا وعندهم فكر كويس وعقليتهم اختلفت تماما، وهما بيحاولوا ان هما دايما يطوروا نفسهم حتى لو هما مش موجودين في رولز زي دي. لكن انا بالنسبه لنا احنا الحمد لله احنا اتغيرنا كتير. بقول لحضرتك الجيل اللي موجود دلوقتي لا هو مختلف تماما. واضح ان انت مش بس بتجاهد مع اللاعبات نفسهم، انت اللاعبات واولياء الامور كمان. ما هي اللعبه دي بالذات في السن الصغير، لو ولي الامر مش متفهم وهيساعدك عمرنا ما هننجح. يعني احنا كنا في بطوله عالم للموهوبين اللي احنا خدناها دي في عمان، فكان بيطلب من كل واحد مننا ان هو من المدربين في الاتحاد الدولي ان هو يعمل برزنتيشن عن حاجه. انا كان البرزنتيشن بتاعي عن ان هو دور ولي الامر في اللعبه، هو اهم دور. صح. يعني هو المدرب ليه دور، اللعيب ليه دور، النادي والدوله كل ليه دور، لكن هو ولي الامر لو دوره يعني في خلل بسيط الموضوع انتهى. وده يعني انا شايف برده ان ممكن من اسباب ان اللعيبه زي هنا او فريده او ساره كويسين من سبب ان اولياء امورهم مهتمين جدا. ينطبق على كل الرياضات الحقيقه، يعني صحيح. المبدا نفسه بينطبق على كل الرياضات. بالظبط، حتى لو بصينا حتى على دينا برده، دينا مش عائله رياضيه، فالفكر هو متقبل الفكره الرياضيه. طبعا. وهو شايف ان ده حاجه كويسه فبيساعدها، فهو ولي الامر موضوع مهم جدا في مصر. تمام. احنا بنشكرك جدا وبنتمنى لك التوفيق حقيقي كابتن هيثم، وسو فار برضه انا عايزاك تتفائل ان انتوا عاملين شغل محترم جدا. لا انا متفائل يعني، وانا بشكر حضرتك جدا، متفائل ان احنا الحمد لله لا احنا كويسين جدا، واحنا ان شاء الله عندنا طموحات في حاجات كبيره قوي، ان شاء الله الدنيا تبقى احسن. ان شاء الله باذن الله.